ما أثير عن موضوع اختفاء وأرفض كلمة اختفاء ال 420 21 مليون بالنسبة لمبيعات الغاز. هذه النقطة تسبب يعني سبق وأن يعني أبدينا رأينا ووجهة نظرنا فيها. هذا الرقم صار في إعادة تصنيف للتعامل مع هذا النوع من البيانات. كانت هناك ترد بشكل تفصيلي، ومثل ما تعرفون لما أعيد ترتيب الوضع بالنسبة لمشروع تطوير مصفات البحرين، وتم إعادة ضبط العملية المالية بالكامل في علاقة الحكومة مع بابكو، تم إعادة تصنيف هذا البند، وأصبح من ذيك الفترة لغاية الآن يظهر بشكل اللي وارد أمامكم ما بعد سنة 20. ليس هناك أي مبالغ مختفية، ولكن هي إعادة تصنيف ووضع لها معايير أخرى وفقا للتطورات اللي حدثت فيما يتعلق بمصفات البحرين.